الحمد لله. الحمد لله. عامة حضرتك بتحب عمليات التجميل والتجميل في الأحلام ده حضرتك بتحبيه؟ جميلة جدا في الرأى، جميلة جدا. طيب عايزة أرجع بقى، لو مثلا حضرتك في تفسير حد جه عمل تجميل في أنفه في شفايفه، هنا حضرتك بتفسري ده بإيه؟ موضوع الأنف لما يجي يعمل فيها معنى كده إن هو بيكون حد فضولي جدا 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 وهيتعلم الفضول من حد كمان. بيتعلم الفضول من حد، فعلى حسب برضو اما يلاقي الانف بتاعته اتجملت وشكلها حلو معنى كده انا هيتعلم حاجه كويسه. يبقى هو حد مقلد، يعني حد بيحب يتبع الاشخاص اللي حواليه ومقلد جدا. بالنسبه للشفايف بقى كبرها صغرها، ده صرصره في الكلام. بتكون برضو على حسب شكلها جمالها، بس هي كلها تجميلات في الكلام. ممكن نفاق بتخش اوقات كتيره جدا في الفوق. حضرتك دايما بتحب زياده الحجم او الوزن في الاحلام جدا، حتى لو قبل كده وكتير جدا بيسالوا فيها موضوع الامراض لما يكون برضو خصوصا المرض الخبيث، اي اورام بتكون موجوده الزيادات دي كلها بتكون مستحبه في الرأى. طيب هنا حضرتك بتقولي بتحب عمليات التجميل، طب ما اهم او اشهر عمليه تجميل هي شفط الدهون. لما حد يحلم بقى انه عمل شفط دهون وبقى شكله كويس، دي هنا التفسير بقى بيبقى لا دي اللي مش حلوه خالص. لان الخساسان في المنام بيبقى مش حلو، حتى لو كان شكله كويس في الرؤية لا بيكون تدهور في حال الرأي، حتى لو كان شكله كويس. يبقى هو اللي بيسعى لده وهو اللي هيعمل ده بنفسه، فبيبقى تدهور في حاله للأسف. طيب أسئلتي كتيرة بس تلفون.